ربع متر بين كل صف وصف. التفاعل مع اللجنة المنظمة. خرجنا استنكارا للعدوان الامريكي بالتصعيد العسكري والاقتصادي، ونقول له اننا متحدون له واننا صامدون رغم ما حاول من تصعيده من تصعيد العدوان العسكري والاقتصادي، ونقول له هيهات ان ترجعنا، والله اننا قادمون بالبنادق، قادمون ان نتحرك الى الميدان الجبهات، نتحرك لنصدق في كل مواجهه، في المواجهه العسكريه والاقتصاديه. حاملين شعارات خرجنا للرد على تصعيد الاعداء، ولن يقول لهم اننا حاضرون في كل المواد في كل الميادين للرد على تصعيدهم، وسنرد الرد بالمثل. فهم يصعدون اليوم، لكننا سنريهم انهم اقزام مهما عملوا ومهما حاولوا.